وأضاف مدبولي خلال كلمته في احتفالية تسليم أول 3 أبراج ضمن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة أن الدولة أنفقت لإسكان محدود الدخل وحل مشكلة المناطق غير الآمنة أكثر من 0.5 تريليون جنيه. يعني الواحد بيتفرج على المناطق الغير آمنة والعشش والمناطق الغير إنسانية اللي كان بيعيش فيها مئات الآلاف من أسر مصر، ملايين من أبناء مصر وأطفال بينشأوا في ظروف غير أدمية على الإطلاق. الحمد لله وبفضل الله وكرمه ودعم القيادة السياسية اللامحدود قدرنا ننهي هذه المشكلة. مشكلة كلفتنا، مش هقول مشكلة، تحدي كان موجود ونجحنا ان احنا نحله برقم برضو يقترب من 120 الى 150 مليار اخر. يعني احنا بنتكلم ان الدولة انفقت لإسكان محدودي الدخل والحل مشكلة المناطق الغير امنة اكتر من 0.5 تريليون جنيه مصري. انا بقول هذا الكلام لان احنا كدولة مكلفين ومعنيين ان احنا لازم نحقق تنمية كاملة للدولة دي للمستقبل.